مدافع كبير الحقيقه. لما تجيب كتاب الكوره او تقول هي ايه هي مواصفات المدافع المتميز، هتلاقي حاجات كتيره جدا في متطلبات المركز ده، القدره على التوقع، القدره على التمركز السليم، اجاده العاب الهواء، الضغط، السرعه، القوه البدنيه، الالتحامات، منع الخطوط، حاجات كتيره جدا. او باختصار كده يحط لك بين قوسين ممكن تسميها ماهر همام، ضيفنا النجم الكبير كابتن ماهر النهارده اللي بيشرفنا في السادسه. مساء الخير كابتن ماهر، وحشني جدا جدا، ربنا يكرمك يا ربنا، واستمتع بيك دايما حبيبي. انا بشكرك طبعا على الكلام الجميل اللي انت بتقوله في حق. لا والله دي حاجه قليله جدا عليك كابتن ماهر، ربنا يكرمك، نور الدنيا. تسمح لي قبل ما ندخل في المواضيع، احنا مجهزين لك موضوعات كتيره جدا النهارده او ملفات كتيره هنتكلم فيها. نطمن الناس بس على تمرينه الاهلي النهارده، التمرينه الوحيده تقريبا اللي قبل ماتش الاتحاد بكره، فخلينا نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي في الجزيره، نطمن على اخبار النادي الاهلي اللي بعد التمرينه دي يمكن هيدخل في معسكر مغلق استعداد لمواجهه الاتحاد ان شاء الله باذن الله بكره. محمد مساء الخير. مساء الخير زميلي عزيز احمد، تحياتي ليك والنجم مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر همام. يمكن في مقدمتك احمد صعبت عليا ان ارحب بكابتن ماهر واقول عنه كلام كتير جدا، ولكن طبعا بضم صوتي لصوتك في كل كلمه قلتها عن كابتن ماهر. ربنا يا رب كده يمتعه بالصحه والعافيه ويفضل دايما منورنا باذن الله رب العالمين يا رب دايما. نطمن منك يا محمد على استعدادات الاهلي في ميرانو الوحيد قبل مواجهه الاتحاد، وعايز اعرف منك عن قائمه المتواجدين واخر اخبار او المستجدات المرتبطه بالاسماء الاتيه: عمرو السوليه، ياسر ابراهيم، احمد عبد القادر. يعني زي ما ذكرت يا احمد، ده التدريب الوحيد قبل مباراه الاتحاد باذن الله، المقارنه لها 7 مساء غدا على استاد القاهره، مباراه مؤجله بالطبع من الاسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز. الفريق حالا وانا بكلمك دلوقتي يمكن في تمرينه الاخير والوحيد زي ما انت ذكرت، التمرين ابتدى في تمام 3 مساء، كان قبله طبعا في محاضره لمستر مارسيل كولر في غرفه المحاضرات هنا في ملعب مختار التتشئ بالجزيره، اتكلم فيها طبعا مع اللاعبين عن كل المواقف الفنيه الخاصه بالمباراه. من بعدها على طول بعض التدريبات البدنيه المتنوعه، واحنا كمان كنا في تدريب لغايه اخر لحظات كان تدريبات الكره، وحالا دلوقتي وانا معاك كان اخر فقرات المران والتقسيمه اللي هيختتم بقى مستر مارسيل كولر تدريبه، قبل طبعا اختيار 21 لاعب والدخول في معسكر مغلق بعد الفائده القريبه من استاد القاهره ملعب مباراه الغد باذن الله رب العالمين. بطمنك يا احمد الحمد لله كل اللاعبين موجودين اللي كانوا عايدين من الاصابه موجودين في التدريب الجماعي للفريق، باستثناء فقط طبعا احمد عبد القادر اللي ان شاء الله قريبا كمان يكون مع اللاعبين. عمرو السلام كمان طمنا منه على من دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بفريق النادي الاهلي، قال انه عمل اشعه بالامس الحمد لله الامور مطمئنه، عنده بس شد خفيف كده في احد العضلات الضامه بالتحديد العضله الرشيقه زي ما ذكر لنا دكتور احمد جاب الله، ولكن ان شاء الله الامور بسيطه ومطمئنه. بطمنك وطمن جمهور النادي الاهلي قريبا جدا ان شاء الله هيكون مع الفريق، ولكن بالطبع هيكون خارج مباراه الغد. باستثناء كده كل اللاعبين الحمد لله شاركوا في المران بشكل كامل بشكل اكثر من رائع، سواء محمد الشناوي، ديانج، ياسر ابراهيم، كل الغائبين الحمد لله موجودين في التدريبات. يتبقى فقط طبعا وجهه النظر الفنيه لمستر مارسيل كولر في اختيار قائمه المباراه، وكمان ال11 لاعب باذن الله اللي هيبتدوا مباراه الغد. ان شاء الله نتمنى له التوفيق في اختيار الخطه التشكيل، ونتمنى كمان توفيق اللاعبين داخل المستوى الاخضر باذن الله، يكون 3 نقاط جديده مهمه جدا في مشوار الدوري العام باذن الله رب العالمين. بعد التمرينه بتاعت النهارده الاهلي يدخل معسكر مغلق لاستعداد لماتش بكره يا محمد، مظبوط؟ باذن الله رب العالمين يمكن في خلال اقل من ساعه هيكون مستر مارسيل كولر اعلن للاعبين داخل غرف الملابس عن قائمه المباراه، 21 لاعب بالفعل هيخشوا في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه المعتاد عليها النادي الاهلي، تبقى قريبه جدا من استاد القاهره تقريبا تلت ساعه من الفندق، فندق يعني ممتاز جدا وفي كل سبل راحه لفريق النادي الاهلي. ومن بعدها ان شاء الله اللاعبين هيتناولوا وجبه العشاء اليوم، من بعدها بياخدوا الجميع للراحه. الفريق طبعا بيبتدي يومه بكره الساعه 11 صباحا بوجبه الافطار، بيبقى في تدريب خفيف زي ما تعودنا مع مستر مارسيل كولر الساعه 12 الظهر في فندق الاقامه، الساعه 3 بيبقى الغداء، الساعه على طول يعني 4:30 بتبقى المحاضره، الساعه 5 هيتحرك الفريق مباشره من فندق الاقامه لاستاد القاهره، كان ده برنامج الغد بشكل كبير جدا باذن الله. يكون التوفيق معاهم وجماهير النادي الاهلي في ظهرهم باذن الله، يكون 3 نقاط جديده يا احمد يعني على ماتش الاسماعيلي، الجونه، كمان الاتحاد، ومن بعده ان شاء الله بلديه المحله ان شاء الله باذن الله يكون العلامه الكامله 4 من 4، ومن بعدها على طول بقى نروح للحلم الافريقي باذن الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق، دي اخبار تمرينه الاهلي النهارده وملف الاهلي والاتحاد. طبعا قائم ملف المرحله كمان نظره كابتن ماهر همام ليه مهمه جدا، خصوصا انك انت على بعد ايام من المباراتين الاهم على مستوى ما تبقى من الموسم، ترجي ذهابا في تونس وعوده في القاهره طبعا نهائي افريقيا. كابتن ماهر مره ثانيه برحب بحضرتك حقيقه، يمكن يعني بصفتك طبعا نجم من نجوم النادي الاهلي وواحد من المدربين الحقيقه اللي اشتغلوا مع الاهلي ومع المنتخب في المرحله اللي زي دي، بتبقى ايه الاهداف؟ عارف الجمهور طبعا دايما مستني الشو والاداء والنتيجه وكل حاجه، لكن مرحله صعبه زي اللي بيمر بيها الاهلي، 4 ماتشات في اقل من 12 يوم وانت رايح للمباراتين الاهم على مستوى البطوله الاهم في الشامبيونز ليج، تفكيرك بيبقى فيهم ازاي؟ تفكر في ماتشين مثلا الاتحاد والبلديه على ان هم بروفا، على ان هم فرصه للتحضير، على فرصه انك تجهز لعيبه او تريح لعيبه، ولا بتفكر فيهم ان هم زي ما بنقول كده ده ملف دوري مطلوب مني ال3 بونت باقل مستوى واقل مجهود وبعد كده نتكلم في افريقيا، ده ملف تاني خالص؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا احمد الامور صعبه جدا على النادي الاهلي، يعني احنا بقالنا 3 سنين 4 سنين بصراحه ماشيين في الموال ده، داخلين ببطوله خارجين ببطوله طالعين لبطوله، ضريبه انك بتوصل نهائي افريقيا 5 سنين على التوالي، ودي ضريبه النادي الاهلي يعني اللي هو بطل القرن. يعني مثلا طلعت من دور المجموعات اللعيبه دي بالظبط كده هتلاقي يعني وريحت شويه هتلاقي نفس بس شويه، لكن هي دي ضريبه البطل، بطل القرن، بطل افريقيا، بطل الدوري، بطل الكاس، بطل البطولات العربيه، فهو سبحان الله كاس العالم للانديه، فهو ده ضريبه البطل يا احمد، ان هو يعني محطوط تحت ضغط وستريس. خلاص من اول ما اللعيبه دي دخلت النادي الاهلي الجيل ده بالذات، من اول ما حط رجله المفرمه بالظبط دخل المفرمه فيا عيني ما بيلحقش، يعني انا اتملى اقول عليهم ان هم لعيبه رحاله، يعني طالعين من هنا رايحين هنا نازلين من هنا، طبعا من بطوله لبطوله، فالعمليه صعبه جدا. ومع هذا مطالب منهم انهم ياخدوا بطوله، ومطالب منهم اداء، ومطالب منهم يحافظوا على نفسهم، ومطالب منهم انهم ما يتصابوش، يعني الامور صعبه جدا، لكن هي سمه البطل. وبعدين القماشه كمان اللي ربنا وفقنا في اختيارها مستر كولر، الخريطه الجميله من 30 لعيب من افضل ال 30 لعيب اللي موجودين على الساحه الرياضيه العربيه الافريقيه، لاول مره من فتره طويله تحس انه اللعيبه كلها اكتملت، موجوده، مستوياتها قريبه من بعض، حتى لو بعيده بترجع جاهزه واقفه على رجلها. يمكن دي واحده من الحاجات اللي تحسب لمارسيل كولر، وحقيقي يعني مستر كولر والجهاز المعاون اللي معاه يعني فعلا خاليه من النشاط والشغل والتركيز. وعايز اقول لك حاجه يا احمد، هي طول عمرنا كده البطل او النادي الكبير، المؤسسه الكبيره، مؤسسه النادي الاهلي، بتبقى النظره ليها لقدام مش تحت رجليها، لقدام لسنه سنتين. يعني احنا بنفكر في كاس العالم اللي جاي ازاي بقى عندنا كمان سكود من اللعيبه الاقوى والافضل. طبعا انا بيتهيألي الميركاتو اللي جاي ده حاجه يمكن يكون الاكبر والاهم في تاريخ النادي الاهلي في من 1907 و 117 سنه انجازات، صحيح. وده بيرجع للمؤسسه الكبيره اللي بيقودها الكابتن محمود الخطيب، اللي فعلا يعني بيقوم بمجهود كبير جدا، ورؤيته هو مش هي المشكله الوحيده بس نادي. ممكن كابتن ماهر هي فكره الاجنده بتاعتنا في مصر هنا، يعني الاجنده بتاعتنا في مصر صعب قوي تختلف عن السياق، بس مش من حيث كثافه المباريات وضيق الوقت وضغط الماتشات، لكن كمان من حيث سوق الانتقالات. انت هنا بتخلص الموسم بتاعك تقريبا في 8 او في نص 8، في الوقت اللي يكون العالم كله خلص في اخر 6، فاللي اشترى واللي باع باع، دي برضو مشكله هتواجهك بشكل كبير. امور صعبه جدا، لكن مش صعبه على مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب والخبرات اللي موجوده في المجلس. والنهارده كمان الحمد لله اللجنه الفنيه مع مستر كولر وطبعا اللاعبين، يعني ورشه العمل اللي شغاله اللي ما بتريحش وما بتنامش، ده نتاج يعني شغل مش سهل. الراجل بقاله 1.5 سنة معانا، 7 بطولات، ولسه ربنا يكرمه يا رب في البطولات اللي جايه ان شاء الله. يعني الراجل بيعمل تاريخ كمان لاسمه لنفسه، فالراجل فرحان جدا ومبسوط جدا وسعيد جدا ان هو ربنا وفقه بمؤسسه زي دي. طبعا ممكن يروح مكان تاني ما كانش يحقق ولا ربع حتى اللي هو بيحققه مع النادي الاهلي، لكن منظومه النادي الاهلي من جماهيرها العظيمه، الوعي اللي احنا شفناها في مباراه مازيمبي، جمهور مثقف وواعي جدا جدا وعنده حس بلعبته. انا كنت معدي من الاستاد يا احمد قبل المباراه على الساعه 1، تخيل جمهور النادي الاهلي موجود من الساعه 1 الظهر، يمكن قبل كده كمان، والناس جايه بقى الاسره الاهلاويه باولادها، راجل وزوجته واولاده، واللون الاحمر بصراحه سر عظمه النادي الاهلي. اللون الاحمر تشوفه من بعيد يا احمد، من كيلو و2 كيلو و3 كيلو يحرك الحجر. انت اكيد حسيت وعشت معاه لحظات، عارف قد ايه الجمهور ده. فمهما عملنا يا احمد ومهما قلنا ومهما اتكلمنا مش هنوفي حق الجمهور ده اللي ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على هذه المنظومه وعلى هؤلاء اللاعبين وعلينا احنا كمان يعني. صحيح صحيح. طب خلينا نرجع للجزء الثاني، ايه اللي تحب انك انت تشوفه في ماتشين الاتحاد والبلديه قبل ما تروح للترجي في تونس؟ عوده المصابين. عوده المصابين طبعا، لان كل واحد منهم قيمه مكانه. على الرغم ان الاهلي يعني كانت قائمه المصابين فيه اكتر من كده، وكانت اسماء ليها تاثيرها، ورغم كده ما حسيناش ب انه ان في اوراق مهمه غابت على الاهلي. يعني غاب الشناوي وهو في عز تالقه، غاب ياسر وهو في اعلى مستوياته، غاب مروان وكان هو مسمار خط النص، غاب امام وهو كان واحد من اهم مفاتيح اللعب، كهربا نفس الكلام بالظبط، وغاب معاهم اسماء ثانيه كتير. بالرغم كده قدرت تكمل مشواره وقدرت توصل لنهائي دوري الابطال. فاصل الغيابات حتى لما كانت اكتر من كده ما حسيتش ان في دروب في مستوى النادي الاهلي، على الاقل على الاقل على مستوى النتائج. يعني ودي حقيقه يا احمد واحنا شفناها. يعني الراجل بيعمل حاجه جميله جدا في شغله، حته التدوير والتجهيز. يعني فرصه ان احنا في الاربع مباريات دول انه يدور الفرقه ويجهز الفرقه ويريح بعض اللاعبين، فدي برضك من ضمن، واضافه بعض اللاعيبه المصابين اللي راجعين لازم نطمن عليهم. شايف انها معلومات يعني ياسر مثلا، ياسر الحمد لله دلوقتي تمام، يعني الجهاز الطبي قال لك ياسر جاهز انه يخش تدريبات جماعيه وجاهز تحت امر الجهاز الفني. هل في فرصه لياسر انه يتجهز لماتشات دوري الابطال نهائي، ولا مجازفه انك تدخل ياسر في ال 180 دقيقه اللي جايين؟ شايف ازاي كمان عوده متولي في المباراه الاخيره امام الجونه، اعتقد اضافه مع ربيعه وعبد المنعم. بالظبط، يعني ياسر عودته هتبقى زي متولي كده، يعني الراجل زي ما ادى متولي جزء ثم مباراه كامله. هو ده التجهيز الصح اللي بيشارك فيه كمان راجل معد الاحمال. الراجل ده له دور كبير جدا مع مستر كولر في الحاجات دي بالذات، يعني في حته الاصابه، الراجل ده يقدر يبدا امتى، والراجل ده يلعب كام دقيقه، والراجل ده يخش امتى، والراجل ده يطلع امتى، والراجل ده نريحه ازاي. بفتكروا عن ياسر دايما في اصاباته كمان. يعني ودي حاجه اكتر بتميز ياسر ابراهيم جدا الحقيقه. ياسر من اللعيبه اللي لما بيرجع من اصابه بتحس انه كان انه يعني كان بعيد، يعني بتحس انه بعيد بالظبط يعني. ودي نتيجه خبره ياسر والنضج اللي بقى عليه وعدد المباريات اللي لعبها اذا كانت دوليه او لو الاربعه توب فورمه. كابتن ماهر، انت تختار مين؟ ده تختار الاكثر انسجاما، تختار اللي لعب بشكل اساسي الفتره الاخيره، ولا تختار اصحاب الخبرات في الماتشات الثقيله دي اللي لعبوا نهائي افريقيا كذا مره، عارفين يلعبوا مع شمال افريقيا؟ يعني التوليفه بتاعت اختيارك والله يا احمد انت زي ما ذكرت كده. اختار يعني النقط اللي انت ذكرتها، اختار الخبره، التجانس، اكثر اللعيبه احتكاكا بالمباريات ديت، اكثر اللعيبه اللي ليها تواجد بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت. والحمد لله رب العالمين ان هم المنتاليتي والعقليه بتاعت لعبتنا بداوا يعرفوا بعض، بداوا يحسوا ببعض، وبقى في منافسه شريفه في اوضه اللبس. هم الاربعه الحقيقه كمان اعتقد كلهم لعبوا جنب بعض، كلهم لعبوا يعني جنب بعض، متولي ومنعم قعدوا فتره مع بعض بالظبط، منعم وياسر قعدوا فتره مع بعض، ورامي ومنعم ورامي وياسر ورامي ومتولي. يعني بصراحه الاربع لعيبه اللي في المكان ده، وزي ما قلت لك يا احمد في كذا حلقه ان المكان ده مكان صعب جدا ومكان عليه مشقه. بيقولوا دايما الحته دي في الملعب يا كابتن ماهر ما ينفعش اتنين شبه بعض يلعبوا جنب بعض، يعني لازم يبقى فيه لو حد مثلا عنده قوه بدنيه اكتر يبقى التاني عنده سرعه، يبقى عنده السرعه اعلى شويه، يبقى التاني اسرع شويه، بيلعب بدماغه ده يعني بروفايلين مختلفين شويه، ممكن خلينا نقول مكملين بعض بشكل اكبر. بالظبط، ممكن جدا لو صنفتهم كده تشوف مين الدوتوهات ال يعني اللي على بعض. انا شايف ان ياسر ومحمد عبد المنعم يعني خدوا فترات كتيره جدا مع بعض، حصل التجانس ده، حتى التجانس ده نقلهم للمرحله الدوليه مع المنتخب. يعني انت النهارده كمان المنتخب عندك مشكله في الحته دي. كابتن حسام يهمه وجود ياسر ويهمه وجود محمد عبد المنعم، لان بيمثل له قوه ضاربه بشكل كبير. ده ما بنقللش من قيمه رامي اللي هو انا بحييه طبعا من خلال برنامجك، عامل سيزون هايل، حاجه جميله. رامي والكلام اللي اتقال رامي هيرحل وان المجلس هي ده كان خلاص بره، اتقال انه خلاص رامي وقع والاهلي وافق، طبعا ما فيش شيء من الصح من الكلام ده، ان رامي فعلا كابتن النادي ورامي اكثر خبره من كل اللعيبه وروح النادي الاهلي ودوره مهم جدا يا احمد داخل الملعب وداخل اوضه اللبس، ان انت القياده دي مهم جدا انك انت تقدر تلم اللعيبه في المواقف طبعا اللي احنا يا رب مش عايزين نشوفها تاني، يحصل دروب. هنا دور بقى الكباتن الكبار، دور رامي، دور الشناوي، دور كهربا، دور معلول. الكباتن الكبار دول السوليه ليهم دور كبير جدا. مفيش فرقه يا احمد تقدر تستغنى عن الخبرات دي، ولا لعيب الوسط ولا الدم الجديد. فالنهارده الحمد لله النادي الاهلي اكتمل بالثلاث عناصر دول. فالخبرات دول ليهم دور كبير جدا جدا وتقل في اوضه اللبس وداخل الملعب وخارج الملعب في لم الشمل. فده اللي بيظهر لك بقى اداء النادي الاهلي بالحلاوه دي. صحيح. بالاداء الجيد اللي احنا بنشوفه. اركز معاك على 90 دقيقه بتوع بكره شويه. اتفضل. خليني اؤكد مره ثانيه انه مباراه بكره صعبه بكل المقاييس، مش بس عشان بتواجه الاتحاد، والاتحاد فريق كبير وعنده لعيبه وعنده طبعا نجم واحد من هدافين الدوري مابولولو، لكن كمان عشان الاتحاد عنده دوافع مختلفه شويه، خصوصا انه محتاج نقطه واحده، التعادل بس يكفيه لانه يضمن مركز للمشاركه في بطوله افريقيا. فبالتالي المباراه بالنسبه للاتحاد مباراه تقريبا يعني خلينا نقول مباراه بطوله هيحجز من خلالها مقعد في السنه اللي جايه. تعال نستعرض ارقام الاتحاد يا كابتن ماهر. اتفضل ونشوف معاك طبعا. اتفضل. الاتحاد السنه دي لعب 20 ماتش، حقق الفوز في 8، تعادل في 8، وخسر 4 مباريات، ليه 26 من الاهداف وعليه 24، ومتوسط صناعه الفرص المؤكده في المباراه الواحده 1.1. متوسط إدارة الفرص نص فرصة في كل مباراة، متوسط استحواذه في الماتشات 44%، متوسط تمرير 210 بنسبة دقة 65%، التمريرات الطولية 26 تمريرة في كل مباراة، متوسط العرضيات 4 عرضيات في كل مباراة، المراوغات 4.3 بنسبة نجاح 25%، ومتوسط الاستخلاص 55 كرة في كل مباراة. ايه الارقام اللي لفتت نظرك او في ملاحظات على الارقام دي يا كابتن؟ هم في تحسن يا احمد بشكل كبير جدا بصراحه. بيرجع للقياده اللي موجود عليها مصلحي رئيس النادي. ايوه. راجل واضح قوي ان هو بقاله فتره معاهم، يعني حافظوا بعض. احتياجات نادي الاتحاد كانت الاول الامور كانت صعبه قوي، وجود مصلحي بصراحه بقى في احتياجات اشتغلوا بشكل احترافي بشكل كبير. وبعدين يليه طارق العشري المدرب برضك اللي عنده خبرات. طارق عنده محطات كثيره نجح فيها بشكل كبير. هو رجوع المره دي لناديه المحب ليه، ناديه اللي عاش فيه بشكل كبير. جماهير الاتحاد سيد البلد، الجماهير العظيمه اللي موجوده، ضلع من اضلاع الجماهير المؤثره بشكل كبير جدا على فرقها. الارقام اللي انت ذكرتها ارقام جديده على الاتحاد بصراحه، فيها ايجابيه بشكل كبير، يعني ما كانتش موجوده قبل كده. منها طبعا حته التهديف، يعني يعني هم لعبوا 20 مباراه، فازوا 8 واتعادلوا 8 واتهزموا 4. برضك نتائج فيها توازن بشكل كبير جدا، ايجابيه. عندهم الاهداف 26 هدف، يعني بيسجلوا الراجل بابا مابولولو اعتقد 10 اهداف، يعني من الهدافين شفناه مع الاتحاد، شفناه حتى مع منتخب بلاده. كمان لعيب مؤثر بشكل كبير. يمكن برضك دخل فيهم حوالي 24 هدف. ده بيأكد ان عندهم مشاكل في الحته الدفاعيه نقدر نستغلها ان شاء الله في مباراتنا بكره. فعندهم ارقام حتى اهدار الفرص، يعني يعني الفرصه اللي بتيجي بيقدروا يسجلوها. افتكر نص فرصه ده في المباراه ده يعني حاجه معدل الفعاليه ايجابيه طبعا، فعاليه في خط هجومهم. لازم احنا كمان يبقى عندنا توازن في خط الظهر، وعندنا التأمين بشكل كبير جدا زي مباراة الجونة. فعندهم فعلا أرقام، عندهم استحواذ، عندهم تمرير، عندهم حاجات طولية بيجدها مفتاح لعب بيلعب بيه، أو جملة بيلعبها طارق العشري مع لعبته، ازاي يعمل الحاجات الطويله اللي ورا ظهر مدافعي النادي الاهلي. عنده سرعات يقدروا يستغلوها في الكونتر اتاك بشكل كبير. عندهم مين اكتر عناصر او مين افضل عناصر الاتحاد من وجهه نظرك؟ يعني مابولولو ما فيش خلاف عليه لانه هداف خطير، وعنده كمان فكره انه عنده قدره انه على ثبات المستوى. في مهاجم ممكن تجيبه يطلع هداف الفريق او هداف المسابقه سنه، لكن ده بعد كده مش موجود. لكن مابولولو دايما حاضر وعنده ثبات في المستوى. بجوار او الى جانب مابولولو مين من وجهه نظر كابتن ماهر عناصر تفوق او عناصر تميز في الاتحاد السكندري؟ يعني انا هم المباراه اللي فاتت يمكن مع الجونه كانوا خسروا المباراه، يعني كان مستوى الاتحاد برضك غير مرضي. لكن مع النادي الاهلي طبعا بيبقى عيد بالنسبه للفرق اللي بتقابل النادي الاهلي. استعدادا هيبقى قوي جدا. هتلاقي امور اختلفت. احنا بنتكلم على افريقيا برضه متهيألي دافع كبير بالظبط يعني. حتى الترتيب كمان هو بالنسبه له عايز يروح في المربع عشان يبقى كمان يقدر يمثل افريقيا بشكل كبير. لكن المجمل كله لازم نعمل حسابنا للراجل المهاجم مابولولو. هو اخطر لعيب الاتحاد بصراحه خلال الفتره اللي فاتت، فمحتاج. طيب اقفل معاك الاتحاد بالارقام المرتبطه بالاوقات بتاعه تسجيله، متوسط الزمني لتسجيل الاتحاد لاهدافه واستقباله. طبعا ده الاهداف اللي سجلها فرقه الاتحاد، يمكن اغلبيتها الحقيقه بنسبه 42% بتيجي في النص ساعه الاولى، 12% في بدايه المباراه، 15 بعد كده غالبا الريتم يعني بيقع بشكل كبير. لكن الغريب ان هم في اخر 10 دقائق بس مسجلين 23% من اجمالي الاهداف اللي سجلوها. يعني بنتكلم في حوالي 7 أهداف تقريبا سجلهم الاتحاد في ال 20 مباراه في اخر 10 دقائق. ده الاستقبال. دي احصائيه جميله جدا. الاهداف اللي استقبلها الاتحاد. واغلب الاهداف يمكن بتيجي دايما في، او اعلى معدل لاستقبالهم الاهداف بيجي دايما في نهايه الشوط او في الثلث الاخير من الشوط الاولاني. والشوط الاول عموما يعني يبدو انه كمان على العكس من انه الكابتن طارق العشري يمكن اسلوبه دفاعي اكتر، خصوصا قدام الفرقه الكبيره. لكن هنا في الشوط الاول تقريبا بيدخل فيه عدد كبير من الاهداف. ودي ميزه يا احمد برضك، احنا عندنا ميزه ان احنا في الثلث ساعه الاولى بنسجل. يعني احصائيات النادي الاهلي الضغط اللي بيتعمل على الفرقه في اول ثلث ساعه بيثمر بهدف. دي فرصه بالنسبه لنا ان احنا كمان نخش في التقييم النسبي ده بشكل جيد. يبقى احنا من ضمن التعليمات اللي هيقولها مستر كولر للاعبين ان احنا اول ربع ساعه او ثلث ساعه، لان اكيد مستر كولر برضك اتفرج على الاتحاد، شاف الاتحاد، شاف الحاجات الايجابيه اللي موجوده في فريق الاتحاد، الحاجات السلبيه، ازاي هو يشتغل طريقه اللعب اللي هتبقى مناسبه لهذا الاداء. صحيح. وفي نفس الوقت التشكيله. السؤال الاخير فيما يتعلق، قبل ما افتح الملف اللي معايا، فيما يتعلق بالاداء الدفاعي للاهلي. يمكن على مستوى الاستقبال ارقام الاهلي كويسه جدا جدا، سواء افريقيا او محليا. يعني الماتشين اللي احنا لعبناهم ما استقبلناش غير هدف وحيد من ضربه جزاء. ماتشين بتوع مازيمبي نجح الاهلي في الخروج بشباكه نظيفه، بس يمكن ده بسبب تالق شوبير اكتر من تفوق الاهلي في النواحي الدفاعيه. لكن ده ما ينفيش انه الخصم دايما كان عنده القدره انه يمثل عليه خطوره ويهدر فرص مؤكده. نصيحه كابتن ماهر او رؤيه كابتن ماهر همام للتعامل مع، مش عايز اقول الاخطاء الدفاعيه، لكن التعامل مع فكره سهوله وصول الخصم لمرمى النادي الاهلي او مرمى مصطفى شوبير. بتبدا يا احمد من قدام. يعني الناس كلها تقول لك ايه، احنا مشكله الاربعه اللي ورا لازم يبقوا واقفين ازاي، بيغطوا ازاي، بيميلوا ازاي. جزء، لكن الجزء الاول الجانب الهجومي او الخط الامامي هو ده اللي بيبدا يتحط في موقفه الدفاعي الصح. ثم يليه نص الملعب، ثم بعد كده العبء الاكبر على خط الظهر ومن وراهم شوبير. فالحمد لله رب العالمين التوازن ده واضح قوي من الخطوط الثلاثه، بقالنا مباراتين 3 في توازن، في شكل، واحنا بندافع في شكل. يعني الهجوم بيبداوا يرجعوا ويبداوا يدافعوا مع الاطراف. نص الراجل المهاجم بيدافع مع الاثنين المساكين، 3 نص الملعب بيدافعوا مع 3 نص الملعب، ثم ال4 خط الظهر بيدافعوا مع الثلاثي المهاجمين. في توفيق كبير جدا بشكل بصراحه من ناحيه العمق. وجود محمد عبد المنعم، وجود رامي، وبعدين ادي متولي. لو ياسر بكره كمان هيبقى في تامين بشكل كبير جدا. وكمان ما ننساش ان مصطفى سبحان الله توفيق كبير جدا لمصطفى، لان مصطفى الفتره اللي فاتت يا احمد توفيق مصطفى ده مغطي على مشكله في ادائنا الدفاعي. يعني انا بتكلم وعيني على طبعًا رايح للترجي. يعني هل في عندنا اخطاء محتاجين ان احنا نتعامل معاها؟ في اخطاء، هل في مشكله في العرضيات، هل في مشكله في الكرات الثابته، هل في مشكله في الرقابه الفرديه؟ طبعا تمركز جوه المنطقه. بالظبط يا احمد، وخصوصا كمان الحاجات الثابته فيها مشاكل دفاعيه. على فكره الترجي جزء كبير جدا من نجاح الوصول للماتش الفاينل هو الكرات الثابته. فدي برضك مهمه جدا، ازاي انت كمان في الحاجات الثابته دي ازاي تبقى الرقابه داخل ال 18. في بعض المدارس تقول لك ايه، الرباعي يبقى قدام 6 يارد لقرنا، قدام 6 يارد، واحد بيحمل قريبه، واحد وسطانيه، واحده اللي وراه، وبعدين اللي وراه، والباقي بيبقى مان. وفي بعض المدارس تقول لك لا، ما انتوا مان كله من 18 بالظبط كده. لكن انا عايز اشيد بمصطفى ان بعض الثغرات الدفاعيه، ما هو لازم يحصل ثغرات يا احمد. ما انت مش بتلعب على جول واحد، يعني انت بتلاعب فرقه بتهاجم وبتدافع، لازم يحصل ثغرات. فالثغرات اللي بتحصل على دفاعات النادي الاهلي بتبقى قليله قوي، ثغره 2 بكتير قوي. لكن سبحان الله لما بتحصل الثغره مصطفى ربنا موفقه بشكل كبير جدا ان هو بيحميك من الحته دي، ما بيبلكش الثغره، بيسد لك الثغره دي فبتمشي. فمصطفى ليه دور بصراحه في السبع مباريات اللي فاتت دول، كانوا افريقيا او محليا، ليه دور كبير جدا 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 بصراحه. صحيح صحيح. اتمنى التوفيق في ماتش بكره. والحقيقه يمكن واحد من الحاجات اللي الجمهور مستناها كمان مش بس النتيجه، ان شاء الله الاهلي قادر يحافظ على العلامه الكامله، يعني ان شاء الله الثلاثه بونت بتوع بكره والثلاثه بونت في ماتش البلديه باذن الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي، لكن كمان مستنيين تطور في شكل الاداء. كل ده مقدمات بالنسبه للجمهور، يعني ترمومتر اداء كده قبل ما نروح للترجي في تونس، وهي بالتاكيد مباراه الاصعب على مستوى ما تبقى من مواجهات في الموسم. هروح معاك لملف المدربين كابتن ماهر، وعايز اخد رايك في احصائيه كده. احنا الحقيقه يعني فريق اعداد السادسه محضرها، هي مش جديده على الكره المصريه على مستوى اللاعبين ولا مستوى المدربين الحقيقه، لكن فكره انه يبقى في تغيير اثناء الموسم لعدد من الاسماء، اسماء المدربين اللي بيتناوبوا على انديه الدوري الممتاز المختلف. يعني هو نفس الاسم، بس ممكن يبقى بيبدا الموسم مع نادي، في نص الموسم مع نادي تاني، في نهايه الموسم مع نادي ثالث خالص. وبالتالي هنا القدره على تقييم المسيره التدريبيه وابراز العناصر الحقيقه اصحاب البصمه بيبقى الى حد ما صعب. ده الجدول اللي معانا، احنا بنتكلم في موسم 19-20 تغيير 38 مدرب من 16 نادي، من اصل كام؟ 18 نادي. رقم كتير قوي، رقم مهول أوي يعني أوي. يعني رقم صعب جدا. 16 نادي بتغير اجهزه فنيه يتناوب على مسؤوليتهم 38 اسم. في موسم 2021 نزل العدد شويه ل 26 مدرب، 26 اسم مدرب تناوبوا على مسؤوليه او اداره 12 نادي. 21 22 36 مدرب في 17 نادي، وده طبعا رقم مهول. الرقم الاصعب الحقيقه هو موسم 22 23 45 مدرب اشتغلوا في انديه الدوري الممتاز، 45 مدرب تناوبوا على مسؤوليه تدريب 18 نادي. 18 يعني تقريبا او 16 نادي من اصل 18 طبعا، فانت بتتكلم تقريبا افريج ان كل 16 نادي دول جالهم او تولى مسؤوليتهم 3 اجهزه، ده المتوسط. ده معناه انه في انديه عدى عليها 4 أو 5 مدربين في سيزون واحد. وموسم 23-24 هو على الاقل 19 اسم على مستوى 8 أندية، وطبعا لسه مش عارفين ممكن يوصل لايه في النهايه. يعني هو رقم لغايه اللحظه دي 8 انديه غيروا او تناوب عليهم 19 مدير فني. جديده علينا يا احمد بصراحه. احنا بنشوف حاجات غريبه الشكل. يعني احنا نبص في اوروبا كده، في بعض المدربين قعدوا 19 سنه وقعدوا 20 سنه، وفي بعض المدربين قعدوا 15 قعدوا 13 12، عكس احنا النهارده مفيش استقرار على المدرب. يا عيني بيبدا فتره اعداده شهر او شهرين، بيختار اللعيبه، وبعدين يخش في الماتشات. اول 3-4 مباريات مفيش توفيق، قرار مجلس اداره برحيل المدرب، وبعدين استقدام مدرب اخر. ليه؟ يعني هي فكره ان انا اعلق الشماعه على فكره انه عدم النجاح التجربه، انه المدرب يمشي فامتص الغضب، اخلي مسؤوليتي. بالظبط. طب ما هو هنا ده الحقيقه ادانه المجلس الاداره نفسه اللي ما اختارش صح، ما حطش معايير، او ما حطش اهداف، بالزبط. او ما حطش مشروع يدي فرصه لاي مدير فني عشان ياخد تجربه ويحقق نتائج او يحقق اهداف حطها الاداره في مرحله محتاج وقت قد ايه يا كابتن ماهر؟ يعني هو من البدايه اللي مجلس الاداره بيختار المدرب حسب الاستراتيجيه اللي النادي رايح لها. يعني مثلا الاهلي عايز بطوله، يعني الاهلي خلاص استراتيجيته البطولات، مش هتحقق لي بطولات معلش هتبقى ممكن اقدر اغيرك. بقيه الانديه بيبقى يعني الاهلي رغم الضغط ده هو الاكثر استقرارا على ثبات الاجهزه الفنيه، لان النادي الاهلي عايش في الاجواء دي وعارف استقراره للمدرب هو اللي بيديله الاهداف اللي هو عايزها او اللي بيسعى اليها من خلال الاستراتيجيه. الانديه الاخرى بتبقى في انديه عايزه تبقى موجوده في الدوري، يعني استراتيجيته ان انا ابقى موجود لسه صاعد من الانديه لسه صاعده مثلا من الدرجه الاولى، فبيبقى رقم واحد اللي بيطلب من المدرب اللي هيقود ان انا تقعدني ما انزلش تاني. بعض الانديه تقول لك انا عايز ابقى موجود في الدفء، يعني ولا طولت هنا ولا هطول هنا ودي امكانياتي، فبدور على مدرب بيخليني في موقف الدفء. بس هو المشروع بيبقى مرتبط بموسم يا كابتن ماهر. يعني اغلب الانديه او اغلب نظره القائمين على الاداره في الانديه هو المشروع، هو الموسم ده وفقط ولا غير. بالظبط، ده اصبح كده. لكن في انديه كانت في الاول تقول لك استراتيجيه لمده 5 سنين، اقدر من 5 سنين اقدر اوصل للهدف اللي انا بسعى عليه. لكن اللي موجود حاليا يا احمد، اللي احنا شايفينه في اجواءنا بقالنا حوالي اكتر من 5 6 7 سنين، هو اللي هو بالقطعه. ان لو ما حققتش، يعني بعض المدربين يقول لك ايه، انا لو ربنا كرمني وكسبت الاهلي هعيش طول السنه. حقيقي والله على حس المباراه دي، على حس المكسب ده. وبعض المدربين يقول لك لو انا كسبت الزمالك يعني ممكن اقعد نص سنه. ف سبحان الله لحد دلوقتي احنا مش قادرين نستقر اداريا ولا فنيا من الجزئيه دي. وبقى المدرب هو الشماعه. يعني انا مثلا امبارح هو اضعف حلقه، اضعف يعني حاجه صعب موجوده. صعب انك تمشي اللعيبه خالص، صعب انك تمشي الاداره ده، حتى كمان لكن اسهل حد اللوم كمان. يعني انت مثلا لما تيجي تتكلم تقول النهارده حصل اخفاق لفرقه، الله، هو المدرب بس اللي اخفق ولا اللعيبه مشاركه في الاخفاق؟ اكيد ليها نسبه. يعني المدرب مش هقدر امشي اللعيبه، المدرب 70 واللعيبه 30. ايوه، والاداره مثلا ممكن تخش في نسبه برضك من الكلام ده. لكن احنا النهارده لا، حصل اخفاق المدرب، شيلوا المدرب، حطوا المدرب، هاتوا المدرب. فالمدرب يا عيني بقى تحت ضغوطات غريبه الشكل، وفي نفس الوقت المنظومه كاتحاد الكوره او المنظومه الرياضيه مش قادره كمان تحمي المدرب. مره قالوا ان المدرب يبقى ليه مرحلتين انتقاليه. مرحله في اول الموسم مع نادي، ولو اخفق بيمشي ما بيقدمش استقالته، هم اللي بينهوا التعاقد معاه، بينهوه عشان يقدر يلاقي فرصه في مكان تاني. وبعدين كمان يا احمد الحاجه الغريبه، انت النهارده بتتكلم كمان على انه في كراسي موسيقيه. يعني ممكن ال 18 او خليني اقول 14 15 يدوروا على بيلفوا على نفس هم في نفس السيزون، وهم اللي كانوا بيلعبوا الفرقه اللي هم كانوا بيتولى مسؤوليه. ده تاثيره على فكره انك انت تطلع مواهب جديده، فكره انك انت تفهم قماشه الفرقه اللي معاك، فكره انك انت بتبدا الدوري او بتبدا البطوله متولي مسؤوليه فريق، وعارف امكانيات لعيبته، وعارف نقاط القوه فيه ونقاط الضعف، وممكن تبقى بتنهي نفس البطوله دي في التنافس مثلا على مقعد الهبوط وانت ماسك فرقه ثانيه. والحاجه الغريبه كمان يا احمد ان بقى المدرب شنطته ورا الباب، عارف ان هو جاهز، ان هو هيمشي في اي وقت. الحاجه كمان اللي بتخلي ان المدرب يعني ما بيقدرش يطلع بضاعته، ما بيقدرش يطلع شغله، ما بيقدرش يطلع فكره. فيعني عايزه وقت. انت النهارده عشان تعمل جمله واحده بمصيده التسلل دفاعيا، يوفنتوس عملها في سنه. عشان تعمل جمله تكتيكيه في الثلث الهجومي عايز لك بين جملتين وثلاثه في السنه. فالامور صعبه جدا. وكمان يا احمد عايز اقول لك ان ده بيقلل من قيمه الدوري المصري، بيقلل من قيمه اللعيبه كمان ما بقتش عندها ثقه، عارفه ان المدرب، اللعيبه برضه كراسي موسيقيه يا كابتن بالظبط كده، عارفه ان المدرب هيمشي. يعني انت لو شلت اسماء الانديه وحطيت القوائم بتوع ال 18 نادي، هتلاقيهم هم نفس الاسماء اللي كانوا موجودين، بس على قوائم انديه مختلفه في الموسم اللي قبله، على قوائم انديه ثالثه مختلفه في اللي قبله. احنا بتدور في فلك نفس الاسماء، بس هي التيشيرتات. وبعدين انا كمان يا احمد بعاتب على مجالس الادارات يا جماعه، في خبرات قاعده في البيوت بقى لها 3 4 سنين. عندنا الكابتن مختار من ضمن الخبرات اللي اثبتت نفسها في الدوري الممتاز، بقى له 3 سنين خارج التصنيف. عندنا الكابتن محمد عامر من المدربين الاكفاء اللي عندهم خبرات بشكل كبير جدا، بقاله 3 سنين خارج التصنيف. كابتن ربيع ياسين وشفناه مع المنتخبات والانجازات اللي حققها، بقاله 3 سنين مش موجود على الساحه. يمكن طلباتهم شروطهم مش مدياهم الفرصه، موضوع وكلاء بقى وسماسره وبقى ليهم ناس وعلى حساب ناس، وده موضوع يا احمد قصه ثانيه بصراحه. عايز اقول لك ضعفتنا جدا جدا في الاداره الفنيه في شغل الدوري الممتاز. هو مشكله الوكلاء دي دايما بسمع، يعني حضرتك النهارده بتتكلم على مستوى المدربين، انا بتكلم بقى انه دايما المصطلح ده، فكره الوكيل دي الحقيقه عندنا شويه ملمسه في كل حاجه. ملمسه في وكلاء اللاعبين المصريين، ملمسه في ملف اللاعبين المحترفين اللي جايين من بره مصر، ملمسه في تصدير المواهب المصريه. يعني ملف شائك قوي موضوع الوكلاء، وبقى لهم دور يا احمد كبير جدا، هم ليهم دور طبعا ومؤثر بشكل كبير جدا. صحيح. والتاثير انا شايفه نتيجته عكسيه. يعني تاثيرهم بشكل كبير جدا في انهيار مستوى الكره المصريه بصراحه. على مدار الدوري او الكاس او كاس الرابطه او حتى الحاجات الافريقيه. فلا لازم الملف ده يبدا يعني الناس تبص له بشكل احترافي. احنا حبينا بس نستعرض الارقام دي مع حضرتك، نسمع وجهه نظرك، لكن واحد طبعا من الملفات المهمه جدا واللي اعتقد ان احنا بننفرد بيها في مصر هنا يعني دونا عن العالم كله. طيب انا وجود كابتن ماهر معايا النهارده الحقيقه حبيت كده يعني، وانا عارف والحقيقه بشهاده الناس جميعها يعني النجوم الكبار قبل النجوم الصغيرين، الشباب اللي اتفرجوا عليك وانت بتلعب، النجوم الكبار اللي لعبوا جنبك في الملعب او اللي لعبوا ضدك في الملعب مع الاهلي مع المنتخب، يعني كابتن ماهر حكايه وروايه والصوره في حتته. فكان مهم جدا اخد راي كابتن ماهر من وجهه نظره، يعني نظرته. انا شفت مدافعين يعني انا شخصيا اتفرجت، ما لحقتش كابتن ماهر قوي بس يعني شفت مدافعين كتير جم في تاريخ مصر الحقيقه كانوا يستحقوا يلعبوا في احسن حته في العالم وعلى مستوى اجيال كتيره. يعني ما لحقتش مثلا كابتن ابراهيم يوسف، لكن كنت اسمع برضو انه في حتته حاجه عظيمه جدا. كابتن هاني رمزي، كابتن اشرف قاسم، كابتن سمير كمونة، مش عايز انسى حد يعني، وائل جمعة طبعا الصخره. مدافعين كتير جدا جم مميزين في تاريخ الكره المصريه. لو كابتن ماهر بيختار قبلك طبعا كابتن حسن حمدي، برضو اسمع وزير الدفاع كان برضو مدافع يعني لا يشق له غبار يعني، لكن لما اسمع راي كابتن ماهر في افضل 10 مدافعين شافتهم عينه وقال يا سلام على الكواليتي والحكايه والروايه في المركز ده، ما تتكلمش تاني. بص يا احمد، انا عايز اقول لك حاجه، هو من فضل ربنا عليا ان انا لعبت على نجوم هي اللي صنعت تاريخ واسم ماهر همام. يعني انا لعبت على نجوم هنفضل نتكلم كده نجوم. يعني انا لعبت على فرانسيس نوتنجهام فورست، كان هداف الدوري الانجليزي واتباع ب 750,000 حاجه 190 متر، سرعه وقوه والعاب هواء. لعبت على مولر هداف المانيا وبايرن ميونخ. لعبت على عصاد، لعبت على عصاد الجزائري، لعبت على نجيب تونس، لعبت على اسمه ده ماجد عبد الله السعوديه، لعبت على منصور المفتاح قطر، لعبت على قاسي سعيد واحمد راضي، لعبت على ميلا، لعبت على كنابيك، لعبت على جورجي الحسن، لعبت على عبيد بليك. يعني لعبت على كواليتي المهاجمين اللي لعبت عليهم، على ابو جريشة، مصطفى، علي خليل، حسن شحاته. يعني عايز اقول لك ان النجوم دول كل نجم هو اللي حسن من شخصيه ماهر همام. لكن زي ما انت تفضلت كده، انا هبدا لك من التاريخ اللي ورا شويه. يعني تمام. يعني حنفي بسطان ده نجم نادي الزمالك طبعا، ده بيقول لك ده كان شيخ المساكين. حاجه راجل اسمر قوي جدا، مدافع زمان يا احمد. كان المساكين مبنيه على القوه والانقضاض والتشتيت زي ما بيقولوا. فحنفي بسطان ده كان عم المدربين، عم اسف شيخ المساكين. وبعدين يلي حسن حمدي جه طور الجزئيه دي بشكل كبير. مصطفى يونس، كابتن حسن حمدي كبروفايل مدافع مختلف شويه عن كابتن حسن. مفيش القوه بقى والاجسام والحاجات دي، لكن في العقل بقى والمخ والذكاء والتحرك. انا هكلمك برضه على البروفايل ازاي اتطور، يعني بصرف النظر على الاسماء، بس بعد ما اسمع قائمه العظماء وبعدين مصطفى يونس وبعدين ابراهيم يوسف وبعدين اشرف قاسم وبعدين هاني رمزي، وائل جمعه، حماده صدقي، محمود صالح. يعني نجوم بصراحه. يعني انا كتبت اسماء، يلا محمد عبد المنعم، اسمه ده حسن درويش الاسماعيلي رحمه الله عليه، بدير، محمد بدير المنصوره، كان مساك منتخب مصر من المنصوره، وكان اساسي منتخب مصر. هو سعد سليط. فاسماء حماده صدقي طبعا ذكرنا، محمد عبد المنعم، محمود صالح. يعني هناخد 10 بقى منهم الكابتن ماهر، هناخد 10 منهم. هنبدا بحنفي بسطان، ده اللي هو يعني اللي هو اول واحد لعب في المكان ده وعمل الشعبيه الجميله يعني. وبعدين يليه طبعا الكابتن حسن حمدي، بعدين الكابتن مصطفى يونس، ابراهيم يوسف، حسن حمدي. حسن حمدي قلناه. ده طبعا صوره كابتن حنفي بسطان طبعا. بص ده كابتن العضلات عامله ازاي والقوه عامله ازاي لا هو يعني احنا الجيل الجديد يعني الدنيا بعافيه شويه، بنحييهم طبعا ان هم لقونا الحاجات دي الجميله دي. محمد بدير المنصوري. كابتن حنفي بسطان اخترته نمره 10 صح كده؟ حنفي بسطان 1، حسن حمدي 2، مصطفى يونس 3، ابراهيم يوسف 4، حسن درويش 5، اشرف قاسم 6، محمد بدير 7، محمد عبد المنعم 8، وائل جمعة 9، محمود صالح 10، وطبعا نجمنا طبعا هاني رمزي يعني لازم نذكره برضك لان هاني برضك من الناس اللي شغلت الحته دي بشكل كبير جدا. ما لحقناش نستفاد من هاني في النادي اكتر من سنه يمكن او سنتين، لكن في الاحتراف الخارجي بس هو يمكن ده فاده في مشواره الاحترافي لانه خرج بدري قدر يعمل مسيره احتراف الحقيقه يعني حاجه جميله بصراحه. هاني من نجوم مصر التجارب احترافيه تدرس، خصوصا انه كمان كان بيلعب في دوري قوي، دوري الماني، لعب في انديه كتيره جدا. وبعدين سمير كمونة كمان، سمير كمونة طبعا 11، ابو الذهب 12، يعني حاجه بصراحه طبعا. ومن اساطير الاهلاويه واساطير الكره المصريه في الدفاع طبعا كابتن ماهر همام، بروفايل مدافع اوروبي بمواصفات افريقيه على اعلى مستوى. ده ماتش اعتزالي ده طبعا كابتن ماهر. ده شعري واخد بالك، وكنت لسه راجع من الرباط الصليبي. ايوه شوف صور لكابتن ماهر زمان من الافرو ده كان موضه جدا. الناس كانت خد بالك، كانت الناس بتتلخبط مين ده. ايوه يعني لما رجعت الشعر اختلف، الشعر اختلف غير الشكل كنيش بتاع زمان صحيح. نسعد بيك دايما يا كابتن ماهر، وطبعا نجم كبير طبعا طول عمرك الحقيقه، وواحد من اهم وافضل مدافعين الكره المصريه على مدار تاريخ حضرتنا. بالتوفيق بكره ان شاء الله، كل التوفيق ان شاء الله، ونتقابل دايما على كل خير في السادسه، وباذن الله ان شاء الله اللقاء اللي جاي نكون بنحتفل سوا ان شاء الله باذن الله البطوله رقم 12 في تاريخ ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن ماهر، توفيق يا كابتن، شكرا ليكم على متابعه حلقه النهارده، كل التوفيق للاهلي بكره امام سيد البلد، الاتحاد مواجهه جماهيريه من العار الثقيل، مواجهه تنتظرها جماهير الكره المصريه، الاهلي والاتحاد لقاء خاص جدا ان شاء الله باذن الله يقدم فيها الاهلي العرض والمستوى اللي يرضي جماهيره ويحقق العلامه الكامله، وتستمر ان شاء الله مسيره الاهلي ناجحه في بطوله الدوري قبل ما نروح ان شاء الله للمواجهه الاخيره امام البلديه يوم السبت اللي جاي. كل الشكر ليكم على متابعه السادسه النهارده، وتحياتي ليكم.